لم يشعرنا أحد بأن الفار غير موجود، لم يشعر لا مسؤولين ديال النادي ولا حتى اللاعبين. كل ما يروج ما هو إلى كذب وبهتان وإخفاء للحقيقة. جرات المباراة كيف كشتو، احنا لاعبين المباراة ومشينا بكل روح رياضية رغم الأمور اللي تعرضوا لها الجماهير ديالنا من مضايقات وتعنيف. قلنا نتجاوزوا وما نديروش كيف تيقولوا العصاف الرويضة، ولكن نحاولوا نخرجوا بأقل خسائر، ولكن ما هادشي ما يخليناش أننا نسامحوا في حقوقنا. حقوقنا اللي خص اللي كيضمنوا منا وهي المؤسسة وهي الاتحاد الإفريقي. احنا ما كيناش كفة ديال شي حد غادي تغلق الكفة ديال الآخر، احنا في التنافس الشريف هو اللي غادي يغلب ويكون عنده طالب طابع ديال الأغلبية. أثناء المباراة كانت واحد لمسة يد ديال اللاعب الحسوني، لأن أنا كنشوفه كيف كيشوف العالم، وكيشوفه اللي ما كانش حاضر في الملعب كيشوف بواسطة التلفزيون، على أنها كانت لمسة يد، إلى أن اللاعبين بالأخص لأن كل شيء شاف بأن نصير والسعيدي والنايري توجهوا للحكم وطلبوا منه باش يرجع للقطة بوسائل الفار، وتبين لنا كيف ما تبين لكم كاملين احنا كنا عن قرب وغادي أعود أكد لكم سي نصير أنه استعمل الجهاز اللاسلكي، وبين لهم على أساس أنه راه اتصل بقاعة المواصلات ديال الفار وراه قالوا لي ضربة الجزاء خداوها، قالوا ما كاينش مشكل ما نكثروش عليه الاحتجاج، إلى أن جاءت لقطة الهدف الهدف ترفض بداعي شروط. كنا كنشوفوا أن الهدف صحيح للي تعرف الكرة واللي ما تعرفهاش. ما عجبنيش الحال، خديت البادرة تكلمت مع رئيس الاتحاد وقلت لي راه هذه مهزلة خاصها توقف، ونزلت لقيت اللاعبين واقفين تيطالبوا الحكم بإعادة اللقطة ويشوف. دخلنا مع الطاقم الإداري على أساس أن تبان اللقطة ونشوفوا واش فعلا كاين الهدف ولا ما كاينش، احنا بغينا غير نعرفوا إذا كان الهدف يتأكدوا، ما يحرموناش كيف حرفونا في الذهاب، ما كانش غيقولوا لنا ما كاينش. إذا بنا نصدم أن الفار ما خدامش. كيفاش ما خدامش؟ انتما عطيتونا واكدتوا لنا بان الشركه الراعيه وبانكم انتما سهرتوا، زائد هادشي الا شفتوا في جميع في اللقطات ديال بين سبور غتاكدوا بانهم بينوا لنا حتى المكان المخصص للحكام ديال الفار. بانت اللقطه بانهم موجود لاصال ديال الفار وبينوا الفار، اكثر من ذلك الحكم مشى للفار شافوا واش خدام ولا ما خدامش ورجع. اذا هنا كلشي هادشي ولينا ما عرفناش هذا النوع ديال التضليل والتدليس اللي بغينا نخدموا معنا. اذا احنا تشبتنا بكلامنا الى حين نزول رئيس الاتحاد، وبالحرف قال لي واحد الكلام على اساس ان الفار غادي يخدم، دابا ما خدمش ما غنكملوش المباراه. بقينا كننتظروا ما يزيد على ساعه، المباراه متوقفه. اذا تعرضنا اليوم لهذا الظلم غادي تعرض ليه واحد اخر غدا، وغادي تبقى تستمر المهازل هكذا. سمعنا كلام اللي ما خصناش نسمعوه عند الاخوان التونسيين سامحهم الله، باش نخرجوا من الى الاستفزازات، ضرب لبعض اللاعبين، انتهاك للجماهير. اذا احنا ما بقيناش مباراه ديال كره القدم، ولينا كنشوفوا واحد المسرحيه هزليه. ما خص اللي خصو يقوم بالواجب ديالو نحو هذه المسرحيه، او يعين راسو هو الطرف فيها هو اللي كان وهو الاتحاد الافريقي. لازلنا وغادي نبقاو متمسكين بالحقوق ديالنا المشروعه، احنا ما تنطلبوش شي حق ديال شي حد، احنا كنطلبوا حقنا، الحق ديالنا الذي اغتصب منا. زعما كاين وكاين اغتصب منا بمعيه الاتحاد الافريقي، هو الذي احنا وضعين فيه الثقه الكامله باش يرد لنا ويسترجع لنا الحقوق ديالنا.
حنا ما كان بغينا نديو حق لها ديال والله يخليكم باش تسألوا معايا أن هذه الأمور دائما تقع دائما في الدولة الشقيقة تونس. السنة الماضية نفس المنوال نفس الإشكال مع الإخوان ديال الأهلي قبل التهليل والتطبيل أن هناك انحياز في التحكيم لصالح الوداد لصالح الفريق الوطني قاسما قريشة أنتما كل شيء شاف ماشي بالمرموس. نقول لكم بالعين بالواضح أنه اللي تعرض للتظلم التحكيمي وهو نادي الوداد.